أعلن عدد من وكلاء المواد الغذائية في مدينة كركوك عن عراقيل تضعها أمامهم المصارف الحكومية أثناء قيامهم بمحاولة صرف الصكوك الخاصة بالمبالغ التي تم تخصيصها للمواطنين عوضا عن المواد التموينية. مدير المركز التمويني في كركوك بيّن أن المصارف تطالب الوكلاء بتجزئة مبالغ الصكوك، وذلك لعدم توفر السيولة النقدية المطلوبة في البنوك حاليا. بعد أن قررت وزارة التجارة الاتحادية تعويض المواطنين بمبالغ مالية بدلا عن المواد الغذائية التي لم تجهز خلال الأشهر الماضية تعويضا عنها، إلا أن المصارف خلقت عرقلة لوكلاء المواد الغذائية في كركوك بعدم تسليمهم المبالغ المالية المستحقة لهم ومن ثم توزيعها على المواطنين بذرائع مختلفة حسب الوكلاء الذين تجمعوا اليوم في مركز توزيع المواد الغذائية في كركوك، علما أنهم استلموا صكوكا رسمية وقانونية بهذا الشأن. احنا وكلاء غير قالوا يعطونكم فلوس للمعامل، جينا طونا صك كل وحصك، رحنا وقفنا نوبتين ثلاثة نجي للمصرف ما يخلونا حتى نفوت من الباب، والله أكلنا قهر قد شعر راسنا. هسا رجعنا يقول الريس صكين، يا بهسا جينا طونا صكين المصرف، ايه يريد صكين من عندنا، واحنا كلنا قهر وكلنا تعب من وراها المعاميل يدقون الباب نص الليل وربع الليل بدون فلوس، يوميه 4000 روحه و 4000 جايه بالتاكسيات على مود المصرف وعلى مود المواد الغذائيه. المصرف يقول اكثر من 25.5 مليون ما ننطيه صك، لازم تروح تسوون صكين، يا زين احنا عندنا 30 و 40 و 50 مليون، زين ما يقبلون ينطون مره دفعه واحده، يريدون الا يكون صكين ينطون دفعتين، والمبالغ الفلوس الموجوده عندهم كلها 250 دينار من هذا المنتهيانه منتهيه. زين شنو اللي طالبون؟ نطالب احنا نريد اما يصفونا على صك واحد يأمرون المصرف بنفس الامر، لانه الامر جاي من وزاره التجاره مو جاي من عنده بالمصرف. زين ليش هو المصرف يعترض؟ شنو سبب الاعتراض ماله؟ اصلا المصرف ما ينتمرونه ولا نقدر ندخل الا بعد ساعات من الوقفه على باب المصرف. يا لا نقدر ندخل، من تدخل هناك يقولوا رجع السك مالك روح سوي سكين يلا نصرف لك اياه. زين يعني على المبلغ، المبلغ بعد 25.5 مليون ما ينطي. مدير المركز التمويني بكركوك قال أن وكلاء المواد الغذائية استلموا صكوكا من وزارة التجارة لصرف مستحقات المواطنين بدلا من المواد الغذائية المفقودة في البطاقة التموينية، إلا أن المصارف تطالب الوكلاء بتجزئة الصكوك وليس صكا واحدا، وأن السيولة المطلوبة لا توجد في البنوك الآن. المبالغ التعويضية للأشهر اللي ما وزعنا طلع عندنا نقص بالتوزيع، فتعليمات الواردة من المصرف اللي نتعامل ويا بابا جورجور هسه ما يعطون كل صك الا 25 مليون ازيد بدينار، يقول حسب تعليمات الموزع انا من البنك المركزي ما نصرف، والوكلاء عندنا عندهم مبالغ من 10 ملايين لحد 100 و100 وكسر مليون، فالحالة احنا مسوي لهم صك واحد، فمن يراجع المصرف او المصرف يقول روح سوي لي صكين وثلاثه واربعه جيبه، واحنا عندنا احنا رجعنا ببغداد اتصلنا ببغداد يقول ما يصير انتم تجزئون صكوك مالتكم، فالحل هسه ملعب مصر بابا قرقل لازم يسوي لنا حل. بين مفردات البطاقة التموينية التي لم تصل إلى العوائل والمبالغ التي يفترض بها أن تكون عوضا عنها والتي بدورها لم تصل بانسيابية ليد بعض المواطنين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الآلية التي يدار بها هذا الملف. هولغرت حسن، فضائية كركوك. أعلن الجيش الأمريكي أن